حداي ديما قاعد جنبي واطي سعي يوميا ايش نسمة البنت تتكلم فيها؟ هذا باش فعلا حلة في الدقزقيز سمير هذا ابرد منا مرتش ابرد واحد في شرعنا باهي شن حالك وش حال العوالة؟ الامور تمام 100% الحمد لله بوي كويس وامي كويس واختي كويسة وعمي كويس وحتى سالم كويس والحمد لله تبي حاجة تانية؟ وحدة 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 خيرك والله على راحتك مع اني انا كنت جايب لك خدمة خدمة الحمد لله كويسة والله يبارك فيك حتى انا مبصر عليك يا راجل خيرك مبصر عليك شو هي الخدمة الحلوة هذه اللي جايبها انت؟ ما تعرفني انا قصدي مهم وعندي معارف مهمين وناس ورجال اعمال عندي صاحبي مخرج يبي واحد في دور محترف جدا اسكت وقف عندك محترف تاني احسن محترف في الدنيا تاني نذكر فيها لما جابتني امي الدكتوره نسمع فيها طلعت لي لابوي تقول له زود جاك محترف تاني احسن محترف محترف عارفك والله عارفك ما علاش كلمتك نعرفك قدها كلام رجاله تعيب عليك اكيد دوا فاضي تنبصر قول لي يا محمد شنو عندك سؤالك فلسفي شويه يعني قال علاش ما فيهاش ليب توعد ليب شنو ليب شنو ليب يعني شنو ليب شنو انت محبوب دماغك في جوكا هناك في ليم في شهر 6 فيه ليم في شهر 6 لا ما فيش ما ليش نشد عجب يعني مجرد سؤال يا حيف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حصلت خدمة شنو هي خدمة؟ بإذن الله خدمة راقية جدا بنولي فنان ممثل فنان؟ يا ودي يا ولد خوي احنا راهو متربيين مع بعضنا انت ما عندكش في التمثيل بكل حول ولا قوة الا بالله ما عمرهمش يوقفوا معاك في حاجة ديما وهم ينقوا عليك حسد والله لا حسد ايش حيصير منا؟ واك بكل انتم حساد ديما يدروك في الاحباط كل ما يجي موضوع يدروك يحبطوك عليه بوي وبيع ما فيش ليم ايه عليها عاد شنو يفوت النهار فيه ليم في شهر 6 ما فيش شنو هذا مزبوط كلامك خيرك قولي خليك من الحوش ونهج باي انت توا بتمثل وكان صار منك يعني ايه؟ كان صار منك لا سمح الله ايه؟ فما قناه بيطلعوه قناه قالوا لي عليها من الاخير القناه تعرف
اسمها ليبيا بانوراما. لا لا قناة مليحة. هو الحق سمير قال لي ان الدور صعب شوية، يعني يبي واحد دمه خفيف كي زينيني مثلا، هيك يكلم انجليزية، يعني مش عارف، يعني قالها لي كلمة، هو قالها لي ما فهمتش. وين نقول امس مبربش في النت لقيتكم داير صفحة محبي الفنان سعيد محمد. تبسرع. شو رايك فيها الصفحة اللي درتها في الفيس؟ قديش فيها معجب تو؟ ولا واحد. تو تشوف، تو يجو كلهم، لما يجو وتتشبح الصفحة تولي من معجبين هالبناس. خير واحد يطلع كي فوق يمشي فوق. بوي قوليها حتى انت، في ليب شهر ستة جبت لك الشاهي. شين هالعيلة هادي؟ شفع يا رسولة، شين هالزحر اللي حصلت فيه هالعيلة المغبرة؟ بري فكينا منه، بري لا تعالي جاي نشرب الشاي يا حبيبي. انا ولا انا ما قابلت نشرب الشاي. حولي جتبي. قولي لي علاش ما فيش ليب في شهر ستة؟ مصعب نصير الفنان مصعب نصير. كيف حالك؟ شو الامور؟ طيب ولا اخبارك؟ الله يسلمك بارك الله فيك. الحمد لله. بالله جاي نشهد على واحد اسمه سمير كيوي. ما عندناش اسمه. ما فيش سمير كيوي بكو فيسبوك. طلع واطي المهم هذا، يقول دي فرحه منتج ما منتج يطلعها دو تفارغه. قصدك على اللي سمير مشاوير؟ ايه مشاوير. مصور وين؟ ايوه استاذ. انا بدي نسوي لك فيديو كول على المونتاج صور. بسرعه. يا أستاذ مصعب. أيوة أنت سعيد؟ إيه سعيد. كلمنا عليك سمير الصباح، عرفت متل؟ والله عندي تجارب قبل. والله متلت من قبل؟ متلت؟ تنقول لك أنا تجاربي. مرة متلت على أبوي، درت روحي مريض باش ما مشيتش المدرسة. وفي مرة على الدكتور في الجامعة مشيت له قلت له والله يصير لي ظروف وكذا، ما هو بيدلنا امتحان. مش قال لي برا يا ولدي تو نساعدك، وتأثر بي وبدأ يبكي. يا ناري صدقني طلع خفيف. أستاذ مصعب أنا نعم. أنا نغم جد كرة. تفضل. الحمد لله على سلامتك. أهلا مساء الخير. مساء النور. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. آسفة على التأخير، كان عندي تصوير. لا خلص انت كمل شو بتدير وكذا عبال ما نكمل مكياج. تمام يلا موفق ان شاء الله. ايوه سليمان انت وينك؟ ما جيتش من امس. استاذ مصعب انت بنصور مشهدي. شن هذا مين يا اخ؟ بنصور، احنا بنصور. سامحني يا استاذ، سامحني
سامحني. ايوه سليمان، انت وينك من امس ما جيتش؟ عندي ربع جنيه طاح مني ما عادش لقيت. ايه انا عندي فلوسي طاحوا بس. يا اخ بنصور احنا بنصور. اطلع برا. سامحني. اطلع برا. ايوه سليمان، انت وينك؟ يمه. ايه به احباق، به تو نجيب لك احباق. هيا يا استاذ مصعب هيا. ايوه سليمان، انت وينك من امس ما جيتش؟ ضروري من المعدنوس. امس جبت لك معدنوس انا. تو في مشاهد هذه كملناها، عاش فيها البا يعني. الحلقة ثانية ثلاثة نكمل المشاهد دول وبعدين نكملوا هذه. الموضوع يعني سهل مش صعب. أنت دوري. مازال يا سعيد مازال. فهمت علي يعني؟ نكملوهم المشاهد وأنت تكمل المشاهد عندك وما عادش مازال هالبا يعني. والله إن شاء الله. يلا. شنو امور كويسه؟ انا امي تحبك هلبة 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 هلبة. انت ولبلوبه ما عندهمش، ما عندناش نروح مع لبلوبه حتى لبلوبه. الله يسلمك. بالله ناخذ صوره معاك، سيلفي بنزلها في الفيس، في صفحتي ما مدار، في صفحه الفنان سعيد محمد بنزلها. هيك اسمها صفحه. ايه عزيده. امي. يما تسقطي ساكتة، مش حتصدقي بك الا انت لا مريم ولا عمي عثمان. ايه ترى من قعمز مع مني توا، ترى حزري وفزري. لا مش عادل الامام. لا مش محمد صبحي ولا حسن السعداوي. مقعمز مع الفنانة نغم. تزغرت أمي، تباهي يما خيرك تزغرتي. هي هاي في جنب بتكلمها، هاي كلمها. تعرفي صوتها رقيق هلبا. تفضلي كلمي أمي. ألو أهلين، كيف الحال؟ تسلم يا رب يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك بإذن الله. إن شاء الله. يا شريم معاد باهي خلاص، انا قريب نروح بنتم ما عندي بروفاتك وعندي شغل وعندي تصوير مصور ناري متشحط يستنى فيا. قعمز باهي به خلاص. عرجون واحد ولا زوز عرجون حلاوي باهي تنجيبه معاي. هاي السلام عليكم. اختك قولي ما اخش فيك. شو تبي فيك عمتك؟ سؤال وين؟ تبي نفحها؟ مش عندها صغارها عمتك؟ عندها رجلها؟ نبي نمثل، نبي نمثل، ديما نقولك نبي نمثل، نبي نمثل، نبي نمثل. ستوب، طلعوه برا، هذا من داخل. هذا اطلع برا. خير او منظر تقولك تيمون تيلا يا بومبا. طلعوه هذا. والله ما في واحد يعرف فيك. ما يعرفوش قيمتي، أنا فنان. أنت فنان؟ إيه. تسمع فيا، أنا لما كنت في عمرك زوز فرق مسرحية خشيتهم ونزوني لأني فاشل والتمثيل مش ليا. دخلت كلامة يا سعيد، أنت نجم كبير، أنت فنان، أنت راقي، أنت فيش زيك، أنت وخي الغالي، أنت نجم. ومكانك شهني في هوليود. أنا مكاني في هوليود غادي مع سيلفستر ستالون ومع جون جارينا جوري ومع ستيكن سيغان
ومعاه ذاك رامبو. صح ولا يا سلومة؟ صح. انت بس تعرف خالك. وش ترفع بخيتك عادة مريومة وتزعيك ويا السلام وتحدد لك هوايجك وتبدأ نجم يا السلام عليك يا السلام يا ريت يا أخو يا ريت. صح يما ولا؟ صح وإن شاء الله ربي يوفقه ويمشي الهيون والناس لو تقول علي يطلع من داره يقل بقداره. سعيد يوميات سعيد راهو تعب في حياته تعالوا شوفوا يومياته.